السلام عليكم. هنبتدي مع بعض دلوقتي السير وشخصيات من المحور الأول. طيب تعالوا نشوف كده سير وشخصيات. أنا عارفة إن كلكم بتحبوا الجزء ده لأنها متعلق بقصص الأنبياء والحاجات اللي أنتوا بتحبوها. طيب أول درس هناخده اللي هو بناء الكعبة، بعد كده مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ونشأته. تاني حاجة أو تالت حاجة هناخدها اللي هو الصدق إيه والأمانة. تعالوا نقلب الصفحة كده ونشوف قصة بناء الكعبة. هيديك صورة دلوقتي لمنظر الكعبة والجبال اللي حواليها، طبعا دي زمان مش دلوقتي خالص، دي أول ما بنيت. طيب تعالوا نشوف قصة بناء الكعبة دي جت منين. إن ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو أبو الأنبياء إن هو يبني بيت الله الحرام، بيت الله الحرام اللي هو إيه؟ الكعبة. طيب الكعبة دي موجودة فين؟ في مكة المكرمة اللي موجودة في السعودية. طيب فحب سيدنا إبراهيم إن هو يبني البيت بمعاونة أو بمساعدة مين؟ سيدنا إسماعيل اللي هو ابنه وسيدة هاجر اللي هي زوجته. فابتدوا يجيبوا طوب كده وابتدوا يحطوه على بعضه، وسيدنا إبراهيم واقف على حجر معين لدرجة إن الحجر ده رجل سيدنا إبراهيم عملت عليه بقى كأنه بالظبط رجليه مرسومة عليه. من طول الوقت اللي كان بيقضيه وهو بيبني في الكعبة هو وسيدنا إسماعيل، وده كمان دلوقتي بقى موجود اللي هو مقام سيدنا إبراهيم. أي حد فينا اللي بيروح يعتمر أو يحج، أما بيروح هناك بتلاقيه بيزور مقام سيدنا إبراهيم وبيطوف بيه، وبالتالي المكان ده من زمان من أيام سيدنا إبراهيم ابتدى إن هو يبني. طيب كانوا بيقولوا إيه بقى وهم بيبنوا؟ بيقولوا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن فعلاً سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم كانوا بيدعوا ربنا إنه يتقبل منهم البناء ده ويتقبل منهم اللي هم بيعملوه في بناء الكعبة. طيب تعالوا بعد كده أمر ربنا سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام إن هو يدعو الناس للحج. هو دلوقتي بنى الكعبة، بناها ليه؟ عشان خاطر الناس تيجي تحج ليها. فطبعا ابتدى سيدنا إبراهيم ينشر الموضوع ده في إنه إيه ييجوا للبيت الحرام، وبكده أصبح المسلمون كلهم بيجوا للكعبة للحج ليها. وخلوا بالكم إن الكعبة دي يا جماعة إحنا واخدينها القبلة بتاعتنا في صلاتنا. يعني لما بنيجي نصلي، لما بتدخلوا أنتوا في أي مكان بتقولوا هي القبلة إيه علشان أقف أصلي، ما ينفعش تقف تصلي في أي مكان. فبناخد اتجاه الكعبة ومن هنا دي بتبقى القبلة بتاعتنا. تعالوا يا جماعة ناخد الصفحة اللي وراها اللي هي شكل صورة الكعبة اللي هو بيت الله الحرام وقبلة ايه المسلمين اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها منارة للتوحيد. يعني ايه منارة للتوحيد؟ بتجمع كل الناس من جميع الجنسيات ومن جميع الأشكال وجميع الألوان بيجوا في البيت الحرام عشان يحجوا. وهي أول بيت وضع للناس، أول حاجة اتجمع عليها الناس هو بيت الله الحرام اللي هو الكعبة في مكة المكرمة. طبعا الناس بتروح تعبد الله عز وجل وبتبقى هناك في خشوع جميل قوي 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 ان هم بيروحوا المكان ده وبيحسوا ان هو مكان مبارك ومكان هدى للعالمين. تعالوا نقلب الصفحة اللي بعدها ونشوف ان ربنا سبحانه وتعالى لما امر سيدنا ابراهيم ايه اللي عمله بعد كده. تعالوا نشوف الاسئلة اللي موجودة عليها. امر الله سيدنا نقط ببناء الكعبة. سيدنا مين؟ سيدنا محمد ولا سيدنا إبراهيم ولا سيدنا آدم؟ طبعا هو أمر سيدنا إبراهيم. طيب لماذا أمر الله سيدنا إبراهيم ببناء الكعبة؟ ليه؟ لماذا يعني ليه؟ أمر الله سيدنا إبراهيم ببناء الكعبة لتكون إيه؟ قبلة للمسلمين، لتكون فعلا القبلة للمسلمين فنتوجه إليها في صلاتنا وكمان بنقصدها أيام إيه؟ الحج. طيب تعالوا نشوف ساعد سيدنا مين أبوه في بناء الكعبة؟ هل سيدنا إسماعيل ولا سيدنا موسى ولا سيدنا يحيى؟ طبعا سيدنا إسماعيل. طيب هنقلب الصفحة اللي بعدها ونشوف إيه اللي موجود. تعالوا نشوف الدرس الثاني اللي هو مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ونشأته. طيب ولد الرسول فين؟ تعالوا نشوف نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولد
بيتيم الأب، يعني معنى إنه لما اتولد باباه ما كانش موجود، اتولد إمتى؟ في عام الفيل. العام اللي اتولد فيه كان اسمه عام الفيل. لما بلغ 6 سنين والدته السيدة آمنة بنت وهب اتوفت، فبالتالي لقى نفسه يتيم الأب ويتيم الأم، فاللي أخده جده أبو عبد المطلب وابتدى إن هو يربيه. تعالوا نشوف للصورة اللي تحتيها على طول. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عنده 8 سنين كان بيشتغل برعي الغنم، كان بيرعى الغنم مع عمه مين؟ أبي طالب. فكان بيخرج معاه ياخدوا الأغنام ويبتدوا يرعوها هناك في الأماكن المزروعة. طيب بعد كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشتغل بالتجارة، وكان بيلقب بإيه؟ الصادق الأمين. ليه الصادق الأمين؟ لأنه كان أمين جدا جدا في أي حد يديله أي حاجة، كان صادق في كلامه، ما كانش بيكذب أبدا. فعشان كده الناس حتى اليهود في المكان ده عرفوا عنه الأمانة وعرفوا عنه الصدق. فكان طبعا بيلقب بالصادق الأمين، وتزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها. والسيدة خديجة في الوقت ده كانت بتشتغل بالتجارة، فإدت التجارة بتاعتها للرسول عليه الصلاة والسلام عشان يقوم بيها، واعتمدت عليه من كتر صدقه وأمانته. تعالوا نشوف بعديها على طول الدرس، الصفحة اللي بعدها. في بعدها هتلاقي مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه هو بقى النشيد بتاع مولد الرسول؟ تيجوا نشوفوا مع بعض بيقول إيه؟ محمد نبينا، أمه آمنة، هي آمنة، أبوه عبد الله، أبوه عبد الله، مات ما رآه، فعلا هو مات وما شافوش. أبو طالب عمه، يبقى عمه أبو طالب، كان يخفف همه، كان بيخفف من إيه؟ من همومه. السيدة خديجة زوجته الأمينة. عبد المطلب جده تربى في بيته. دي قصة مولد الرسول، إن سيدنا محمد كانت أمه آمنة بنت وهب، كان أبوه عبد الله، مات لا سيدنا محمد شافه ولا أبوه شاف سيدنا محمد. أبو طالب عمه هو اللي كان بيخفف من أي هموم عنده وبيطبطب عليه وبيحنوا عليه. السيدة خديجة دي كانت زوجته الأمينة، ودي كانت أول زوجة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب ده كان جده، وكان هو اللي كان بيربيه في بيته. تعالوا